المستمعين. صباح الخير زميلة نسرين، صباح الخير زميل مجحم، صباح الخير على كل مشاهدين على شاشة التلفزيون الأردني ولكل مستمعين أيضا على أثير إذاعة الأمن العام. مصبحكم بالخير العام. مصبحكم بالخير أكيد ومباشرة مباشرة إلى غرفة عمليات إدارة السير المركزية. معنا من هناك الملازم عبد المجيد زيدان. ملازم عبد المجيد صباح الخير. صباح الخير حزم بك أنت والسادة المستمعين والمشاهدين جميعا. ملازم عبد المجيد، تضعنا بصورة الوضع المروري في العاصمة عمان وأبرز الملاحظات التي تعاملتم معها لهذا الصباح. نعم صحيح حازم بيك، يعني من خلال السادة الضباط ورقباء السير المتواجدين في ساعات الصباح الأولى بالميدان، أيضا من خلال غرفة وكاميرات عمليات إدارة السير المركزية لمراقبة الشوارع السير بمحافظة العاصمة عمان، أيضا الآن الطائرة العمودية بالجو لأعطانا الوضع بشكل تفصيل على أرض الواقع. عندنا حركة نشطة، معظم الاختصاص الحركة الصباحية المعتادة نهايات الحركة وخصوصا شارع الاستقلال باتجاه نفق الداخلية باتجاه نفق الاقتصاد المخابرات لغاية الرابع، أيضا شارع الشهيد ما بعد دوار المشاغل باتجاه بوابة رقم 4 باتجاه صالح الشهيد باتجاه بوابة رقم 4 باتجاه دوار المدينة، أيضا نهايات الحركة شارع المدينة المنورة ما بعد الحرمين باتجاه اليبيب باتجاه جسر الجامع باتجاه شارع عاك الفايز، بالإضافة لشارع الملك عبد الله الثاني الحركة المدنية ضمن الاختصاص. الحركة مسيطر عليها حركة طبيعية صباحية معتادة مثل هذه الأيام. مجموعة موزعة بالاختصاص عملية تنظيم وتسهيل الحركة المرية. أيضا الكثافة المرية، يعني حتى بيك لما نبلغ احنا كثافة مرية لا يعني انه وجود أزمة سير، كثافة مرية اللي هي كثافة عدد مركبات تسلك الشارع الرئيسي بزيادة نتيجة تغذية الشوارع الفرعية للشارع الرئيسي بعدد كبير من المركبات، أيضا عدم قدرة الشارع الرئيسي لاستيعاب العدد الكثير من المركبات لهي الشارع الرئيسي، هذا نطلق عليه اسم كثافة مرية مصطلح إدارة السير المركزية. يعني كثافة مرية لا يعني وجود أزمة سير. ما نتمناه من الأخوان المواطنين التعاون التام، يعني احنا الثقافة المرية لدى بعض أخوان المواطنين ما في عندهم انه سلوك طرق بديلة، خلص كما هو متعارف عليه نقطة ألف إلى نقطة باء، ما في انه بيسلكوا شوارع فرعية شوارع طرق بديلة لتلاشي هاي الكثافة المرية أوقات الذروة وهي الفترة الصباحية الفترة المسائية أيضا فترة ما بعد الساعة السادسة مساء لغاية الساعة السابعة مساء. فما نتمناه من الأخوان المواطنين التعاون التام مع رقباء السير، التعاون مع الوضع المروري ضمن مستوصف العاصمة عمان بسلوك طرق بديلة، وأي استفسارات عن الطرق البديلة بإمكانهم يقابلونا على الآخر نعطيهم يعني أي طريق بإمكانهم تستعينوا في قضاء السير بإدارة السير المركزية بعمليات السير من أجل إعطائهم الطرق البديلة في حال وجود كثافة السير بشوارع رئيسية مستوصف العاصمة عمان. أيضا كما هو ملاحظ يعني ارتفاع حرارة الجو، كان بالأمس عندنا نتيجة ارتفاع حرارة الجو تعطل عدد من المركبات خصوصا شارع الملك عبد الله الثاني شارع الملك رانيا الشارع الملكي عليه تعطل عدد من المركبات، تم التعامل معها من خلال ونشات أيضا من خلال تبريد المركبة أو من خلال وجود عطل في المركبة تم التعامل معها ورفع على أقصى اليمين بشكل غير معيق. أيضا بنتمنى بمخالفات الوقوف اللي هي يعني باتت الحمد لله يعني خفت عن أول بخصوص إيقاف المركبات بشكل آمن، لا في داعي إيقاف المركبة بشكل مزدوج بشكل معيق للسير بسبب عنا حركة سير. بخصوص العوائق الحمد لله لغاية اليوم ما كان في عنا عوائق تذكر سوى حادث كان على شاطئ الدوريات من جهة معروف تم التعامل معه أيضا ورفع على أقصى اليمين. الإشارات الضوئية كاملة تعمل بانتظام، لا وجود عائقات في الشوارع الرئيسية، لا وجود لتحويلات سير أيضا مستوصف العاصمة عمان حازم بيه. نعم أنا أشكرك جزيل الشكر الملازم عبد المجيد زيدان من غرفة عمليات إدارة السير المركزية، شكرا جزيلا. مباشرة مستمعينا ومشاهدينا على شاشة التلفزيون الأردني إلى غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية الملازم أشرف بن رشيد، معنا من هناك. ملازم أشرف صباح الخير. نعم، أبرز الملاحظات التي تعاملتم معها وإذا كان هناك من معوقات على طرقنا الخارجية إذا سمحت. صحيح سيد، يعني بداية صباح الخير لكافة إخواننا اللي بيسمعونا الآن، يعني من خلال المعطيات من كافة الدوريات يعني ما زالت الحركة نشطة على كافة الطرق الخارجية بالكامل. الحمد لله لا وجود لا هي اختناقات مرورية وإعاقات مرورية، فقد تعاملنا مع حادث مروري يعني صباح هذا اليوم مطلوع القصر طريق الزرقاء إربد، كان هناك حادث تدهور ونتج عنه إصابة نتمنى له الشفاء العاجل. سيد يعني مع ارتفاع درجات الحرارة يعني بتشوية صبر من إخواننا اللي سائقين، يعني ما بدنا ارتفاع بالأعصاب دائما، ارتفاع درجات الحرارة يطلب منا تفقد المركبة من حيث الجاهزية الفنية، إطارات، تفقد المياه يعني يحتاط على مياه إذا ارتفع درجة حرارة المركبة، وأيضا نوى دائما بتفقد ضفاية الحريق، يعني ليلة الأمس عملنا مع ملحوظات كثيرة بخصوص اشتعال الإطارات أو اشتعال بعض المركبات، مركبات الشحن أيضا اللي بيصيروا خلال على طرقنا الخارجية يعني
المسير لمسافات طويله، نتمنى منهم الوقوف كل فتره وتفقد المركبات، يعني عدم المسير لمسافات طويله وتفقد المركبه دائما والتبريد عليها. يعني هذا السرعه ضبطت حازم بيك على الطرق الخارجيه كانت من 100 ل 172 على الطريق الازرق. نتمنى من كافه اخواننا اللي بيسمعونا يعني المسير يعني في مثل هذه الظروف الجويه عدم المسير لمسافات طويله وايضا المسير ضمن السرعه القانونيه، ونتمنى دائما وصول امن لكافه اخواننا. كل الشكر وكل التقدير لك ملازم اشرف بن رشيد من غرفه عمليات اداره الدوريات الخارجيه. الزملاء نسرين ومجحم بهذا الصباح وبهذا الربط المشترك حقيقة نؤكد على رسالة جهاز الأمن العام، وخصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام كانت رسالة إخواننا في إدارة السير المركزية وكذلك في إدارة الدوريات الخارجية لكل إخواننا السائقين بتفقد المركبات وجاهزيتها خصوصا في مثل هذه الأجواء. اليوم أيضا احنا رسالتنا في إذاعة الأمن العام لكل إخواننا المستمعين في بعض الأشياء القابلة للانفجار مثل أشياء بسيطة جدا ممكن أن تكون قداحة الغاز اللي بيستخدمها بعض السائقين في التدخين أو ما إلى ذلك، وأيضا ممكن تكون زجاجة ملطف جو أو زجاجة عطر موجودة في هذه السيارة نتيجة لتعرضها لأشعة الشمس المباشرة، يمكن أن تحدث أضرار نتيجة لانفجارها وتعرضها لأشعة الشمس. الأهم من هذه الرسالة وتلك وغيرها من الأمور الأخرى التي تعاملنا معها في السابق في تجارب سابقة ترك الأطفال في مثل هذه الأجواء في السيارات ومغادرتها لفترات حتى وإن كانت فترات وجيزة لقضاء بعض الحاجيات في الأسواق. هذه رسالة أيضا بأهمية عدم ترك الأطفال الصغار في السيارات وإبقائها محكمة، أو حتى وإن كانت يعني ممكن يكون الشبابيك مفتوحة لشيء بسيط لكن هذه تشكل خطورة على حياة وسلامة أطفالنا الصغار في الأسواق وفي الأماكن العامة. عودة إلى الزملاء نسرين ومجحم من التلفزيون الأردني وتحياتنا لكل مشاهدينا عبر شاشات التلفزيون.